ماك، لان اوكي ماك خسر انا ما رجعش ما رجعش على كما كنقولوا فرقه دومينات وما لقيتش الحلول في الاورغانيزاسيون. مساله ذهنيه داكشي علاش قلت لك هذا درس، لانه جات نقولوا لعبنا السوبر ليغ، لعبنا فواحد الطرف كان تما واحد المستوى، واخا ما ديتيش الكاس كان واحد المستوى، كان شويه تاع كما نقولوا واحد السونتيمون بوزيتيف. دابا كملنا كما نقولوا خاصنا ندخلوا في العصبة، ندخلوا في البطوله. الماتش الاول كان منفخين شويه الا نقولها بالدارجه، وهادشي سي مونتاليتي، فهمتي؟ هادشي سي مونتاليتي كما قلت لك، درس لينا ودرس تاع الدراري هادو. وما بغاو، ماشي نقول لك ما بغاوش لا تيستهضروا، ولكن سي اوتوماتيكمون اوتوماتيكمون تدخل تقول راه انا ربحت هاتف هادي، انا تصلا فينا هذا الماتش تسوانا غادي نهبوهم. لا انت تصدق حتى ما خسرتي معاهم. سي كيستيون مونتال، الدرس لينا كيفاش غادي نخرجوا ليها. يعني الفو اتاكي ما عندناش الوقت، لان ما غادي ماتش ديفيسيل مع اون كروند ايكيب اوسي، ولكن في الكره هادشي مزيان رياكسيون. انا بالنسبه ليا كمسؤول الاول نقول لك ما عنديش المشكله، عندي يعني الجروب تاع 25 جوور 24 جوور، نشوف اللي واجد اللي واجد مونطالمون، باسكو خاصنا نمشيو اللي يقدر يعطي واللي يقدر كل ماتش، ماشي ماتش وماتش لا، هذا مرحبا. اللي ما قدرش بيان سور كاين دي جوور تيتسناو الفرصه ديالهم. انا ماشي ساتيسفي على 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 كما نقول المونطال، وقلت حتى في الفيستيير، ولكن نقول ندوزها في عطرة تاع ماتش ونتسنى رياكسيون تاع الدراري ديال المغرب ان شاء الله.